يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وهي رواية تاريخية ثلاثية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون. يأتي في المركز الثاني كتاب قهوة صباحية مع النفس للكاتبة الدكتورة نشوى صلاح، وتتحدث فيه عن مفهوم السعادة. يحتل المركز الثالث كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث فيه عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. لمحبي كتب الرعب جاء في المركز الرابع رواية أقصى من الموت للكاتب محمد عصمت، والتي تدور حول مشاعر الخوف من الفقد التي أحياناً قد تكون أقصى من الموت. تختتم القائمة بالترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون وترجمة عمر فتحي، ويشرح فيه الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري، ويصف الكاتب السلوك البشري في معظمه بأنه معقد وغامض. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي معانا تقرير عن أهم خمس معلومات عن الأديب الراحل جمال الغيطاني. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نكمل حلقتنا معاكم على طول.